معانا في برنامج على فين، نتعرف بيك ونسألك انت رايح فين. محمد طلبة، ان شاء الله انا لسه جاي من الشغل وتعبان ومروح دلوقتي. طيب ايه الطقوس اللي انت بتعملها في رمضان؟ طبعا زي كل الناس المسلمين طبعا بنصوم وبنفطر مع العيله ومش الجو جميل جدا يعني. طيب بتحبوا الزيارات، تبادل الزيارات في رمضان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا استاذ علي؟ ستوب. في ايه؟ ماشي. واحد داخل علينا كده ومش معقول. ماشي يا فندم، معلش. خير حضرتك، اتفضل. حضراتكم التلفزيون؟ ايوه. وانا وانا مواطن متفرج وليا مشكله عندي حضراتكم وبلاش الساده المسؤولين. معلش يا حبيبي، بتسالني سؤال، ما تصبر شويه. طب دقيقه واحده بس يا فندم. يا عم اصبر شويه. طب دقيقه واحده بس يا فندم. طب استنى نشوف في خير. اتفضل اتكلم بسرعه. بلاش بلاش. ايه القرف ده؟ بلاش يا فندم والله. اتفضل قول مشكلتك. انا بناشد الساده المسؤولين. شبعنا من الكلام ده. انا مريض. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يكفيك شر المرض. خير مرضي. انا بقول للساده المسؤولين ان انا باكل. ربنا يخليك. باكل اي حاجه نيه، يعني الاكل. يعني ايه اي حاجه نيه؟ يعني اللحمه باكلها نيه، الفراخ باكلها نيه، اي حاجه نيه باكلها نيه. اه حضرتك عايزه تعالج، حضرتك عايزه تعالج. انا لما بشوف اي حاجه في الدنيا باكلها نيه. انا مراتي في البيت حضرتك صوابعها مش موجوده. اي حاجه باكلها. انت عايز اعمل لك ايه يعني؟ مفيش. انت مش انت يا فندم، انا بقول للساده المسؤولين يعني صوابع مراتك مش موجوده؟ حتى عيالي يا فندم، انت لو رحت البيت صوابعها مش موجوده. ليه مش موجوده؟ انا بشوف مثلا اي صوابع زي حضرتك. لا حضرتك مالكش دعوه صوابع خالص. اه والله يا فندم، والله العظيم صوابع مراتي. بس انا بحب البمبار قوي، بحب البمبار. فتبص تاني ايه، صوابع شبه البمبار. اه فاهمين يا فندم، شبه البمبار. حتى مراتي وده وريني كده. والله العظيم ما تخافش، ما تخافش، انا هوريها بس انا بعمل ايه. ما تخافش والله. بص بص سيادتك يا فندم، بص الصوابع الجميله دي. عامل انت بتحب البمبار صح؟ اه بحبه. واخد بالك حبيبي؟ فاول ما بشوفها في ايه؟ بحبه. برنامج على فين، نتعرف بيك وتقول لنا رايح فين. أه والله انا كنت لسه جاي من الدروس ودلوقتي مروح البيت. طب اسمك ايه؟ اسمي محمد علا. بتعمل ايه في رمضان يا محمد؟ والله حال في رمضان بنزل الشغل بالنهار وباجي بالليل افطر مع اهلي، ويعني كالعاده كل يوم كده. يعني هي دي الطقوس بتاعتك في رمضان؟ لا والله، هو حاليا يعني بننزل بالليل نخرج مع صحابي، بنقضي يعني نخرج وبنلعب. السلام عليكم ورحمه الله. ستوب يا اساتذه. انا اسف يا فندم ان انا بتطفل عليك. ازاي تدخل علينا التصوير كده؟ انا اسف، انا مش عارف اوصل صوتي. خلاص تعالى على جنب ونكمل حلقتنا. حضرتك بس معلش، دي هي مشكله بسيطه. قول قول حضرتك، يعني لازم تتعاطفي معايا، انا راجل مريض وعايز الناس تساعدني. عايز اتفضل حضرتك قول مشكلتك بسرعه علشان الوقت. انا عايز بس الساده المسؤولين يبصوا لنا نظره عطف. الناس اللي زي حالاتي، في زي يجي 30 40 نفر وكلنا يا فندم صرفنا فلوسنا على العلاج. خير حضرتك، لخص انت مشكلتك ايه دلوقتي. حضرتك انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك؟ قول مالك يا قول. هقول في ايه طيب؟ طب قول. طيب مالك حضرتك في ايه طيب؟ انا باكل كل حاجه نيه، ما باكلش حاجه مستويه خالص. يعني ايه كل حاجه نيه؟ حضرتك مرض، مرض حضرتك. بشوف اي حاجه نيه فاروح واكلها على طول، مش عارف اعمل ايه. انا مراتي في البيت من لهاش صوابع، عندي عيل عنده 8 سنين ما في صوابع خالص، وعندي عيل 8 تاني. عارف حضرتك انا برضو بموت في الودان، يعني ساعات برضو الودان ساعات عشان ما اقرمشها فالصعب كلها، واخد بالك مراخيرها كلها. انا عايزك بس تقف جنبي وتقول لهم، قول له للساده المسؤولين انهم يقفوا جنبي. شاور بايدك كده قول لهم اقفوا جنبي، اقفوا جنبي، اقفوا جنبي. ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، ابوس ايديكم. ايه يا عم؟ بص يا عم، بص يا عم، دكتوره، بص يا عم. ما بتعملش اي حاجه تانية؟ مفيش زيارات؟ مفيش اي؟ لا مفيش. اسف ان انا بقطع الحديث دوت. حضرتكم مش الساده المسؤولين برضو؟ خير. ستوب يا ساده. هو مين حضرتك؟ فين؟ انا عايز حد يوصل صوتي للناس المسؤولين يا جدعان.
يا خير حضرتك اتكلم، انت مضيع وقتنا كده. انا ما ضيعتش وقتي، امال انت لازم يا باشا تبقى. المدام بتتكلم معاي واحنا بنتكلم في برنامج، انت جاي عاوز ايه؟ تعال بس على انت عاوز ايه؟ كلمني عاوز ايه؟ بتكلم مع المدام برنامج تلفزيون. ايوه ماشي، انت عاوز ايه بالضبط؟ انا عارف، انا ايوه احكي. انا مريض، انا راجل مريض. اسمعوا طيب، مريض. اتفضل قول مشكلتك. مش عارف انت شايلنا على دماغك ليه كده؟ انا بلاش الساده المسؤولين، مش حضرتك مسؤولين برضو؟ بقول لك بنتكلم في برنامج تلفزيون. طيب ماشي، حاضر حاضر حاضر. انا بناشد الساده المسؤولين وبقول لهم نظره عطف، نظره حنان، بصوا لنا يا اخوانا، انا راجل مريض مرض يا ست هاني، ان انا باكل كل حاجه نيه. باكل كل حاجه نيه حضرتك. ده ممكن ياكلنا حضرتك، يعني تخيلي باكل لحمه نيه. تخيل حضرتك باكل لحمه نيه. وراجل في حد بياكل لحمه نيه؟ انا ده حفيدك مرض كده. ما انا هقول لك، ما انا حتى السمك عارف، وخصوصا اي حاجه صوابع، يعني مثلا مكرونه، واخد بالك انت، مكرونه سمك بعملها سندوتشات. هي في مكرونه سمك؟ ايوه مكرونه سمك بعملها سندوتشات كده واحط عليها حاجات. ده مش طبيعي يا مدام. السمك المكرونه، السمك المكرونه مش طبيعي. ده بيتريق عاوز حاجه تديني ولا حاجه؟ والله كده. ابدا يا فندم، يمكن عنده مشكله فعلا بجد. عارفه حضرتك، طب هي المشكله دي بتحصل لك امتى؟ لما بتشوف ايه او ايه اللي بيحصل؟ لا حضرتك، انا مش عارف اقول لك ايه. انا خلاص انا بقيت زومبي. انا باكل، انا اكلت سودا. يا زومبي لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارف يعني ايه زومبي. لا ما اعرفش ايه زومبي. ده ربنا يستر وما نقابلش اي حد من الزومبي دول. انت عارف بيعملوا ايه في الناس؟ لا اله الا الله. بياكلوا اللحمه نيه. لا اله الا الله. اللي بياكل ودن واللي بياكل دراع. لا اله الا الله. بص حضرتك، يعني كمان حضرتك تعالى بس كده، خليك بعيد مني. بس بلا والله ما تخافش. لا خليك بعيد مني والله ما تخافش. بتاكل حاجه نيه وما اخافش منك. بتاكل حاجه نيه وما اخافش منك. ما تخافش، انا هاكلك. انا بس بشرح لها واوريها. طب ايه اللي بيخلي الحاله دي يعني تشتغل عندك؟ لما اشوف حاجه صوابع. ماشي، صوابع. عارف الواد ابني واكل صوابعه. انا الواد ما بيعرفش يذاكر. الواد لا حول ولا قوه الا بالله. الواد بيكتب. طب احنا نساعدك ازاي دلوقتي؟ طب المطلوب ايه؟ المطلوب ايه؟ انا عايز الاستاذ المسؤولين يعالجوني، لان انا بص حضرتك يعني بس لا يعني بص حضرتك لا خليك بعيد من صوابعي. لا ما تخافش والله. لا خليك بعيد من صوابعي. لا 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 ما تخافش والله. وريله صوابعك. لا يا عمي يشرح هو بياكلها ازاي. حضرتك بص الصوابع يعني بس صوابع معينه يعني انت بتحب تاكلها؟ صوابع معينه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو الصوابع وانا الوجه. لا اله الا الله. اشاره مرور ولا اشاره ايه؟ بس كده خلاص. هسك عليه. ها ما تاخريش. تلاش يا حاج. الله يخليك. تلاش. انا رايح معاك. فركت كعب على طول. كعب غزال. عايز خليك. هي جايه على طول دلوقتي. دي وحشه. لا انا لا دي بتحبك. راحت تجيب الروشتة. تجيبها منين؟ من عند الدكتور. الدكتور؟ اصل الدكتور ده اخر واحد. ليه عمل لك ايه بس؟ اصل انا عيان. عندك ايه؟ قول لي وانا اسمعك. اتفضل. عندي مرض ان انا باكل اللحمه نيه. لحمه؟ إيه انت من اكل لحوم البشر؟ لا ربنا سبحانه وتعالى بقى خلقني كده، ما باكلش اي حاجه مستويه، باكل كل حاجه نيه. ربنا يكون في عونك. حتى الدكتور اللي كنت عنده من شويه بيكشف عليا اكلت ودنه. يا ساتر يا رب يا ساتر. اهدى حبيبي، اهدى. عايز اتعالج مش عارف. اهدى يا ابني. باكل حتى السمك باكله نيه. سمك المكرونه ولا البلطي؟ اي حاجه باكلها نيه والله. ربنا يقويك يا حبيبي. خصوصا حضرتك الحاجات الصوابع، يعني بحب المحشي، حتى المحشي باكله ني. انت بتحب المحشي؟ باكله ني. الكرنب ولا القرنبيط؟ اي حاجه بس المهم باكلها نية. ربنا يكون معاك يا حبيبي. ربنا يخليك. خصوصا لما ببقى جوع ببقى
مش عايز اقول لك بقى. ايه ده حبيبي؟ بحب الصوابع او اللي هي الكفته المبطرخه دي. المبطرخه وانت منهم؟ لا يا فندم لا. امال ايه؟ ايدي ربنا معاك. ابوس ايدك يا عيني. ابوس ايدك يا ابني ابعد عني. الله يخليك الله يخليك. الحقوني اجل البشر. الحقوني. كابتن لو سمحت. انما نسيت الروجيتا فوق بتاع واخويا تعبان شويه، ممكن تمسكه قبل ما اجي؟ هو تعبان. انا اقول لك على حاجه، انا من ساعه ما كلب عضني وانا باكل اللحمه نيه، باكل السمك ني، وكل حاجه باكلها نيه. ها اجهزه كانت ست روجيت ابني وهطلع اجيبها عشان ابني مريض، خلي بالك منه. انا هقول لك على حاجه، انا كلب عضني كلب عضني من ساعة ما الكلب عضني وانا باكل اللحمة نية. باكل ايه؟ اللحمة نية. باكل السمك ني، كل حاجة باكلها نية. كابتن معلش ابني مريض، خلي بالك منه قبل ما اجيب الروجيتا من الخرش. لا مش هتاخر. انا اقول لك على حاجه، انا في كلب عضني، كلب عضني من ساعه ما الكلب عضني وانا باكل اللحمه نيه وباكل السمك ني وكل حاجه باكلها نيه. يعني انا ممكن اخرك انت كمان. بس معلش انا تعبان قوي. انا في كلب عضني من ساعه ما الكلب معضني وانا بقيت مسحور. انا مسحور معلش، عمال اكل لحمه نيه. يعني ممكن دلوقتي اخيك فهمني. اخر شهوة